دا يعني احنا هسه شايفين ما يعني ما شاء الله في مناسبه الليله في المعسكر، والناس رغم الظروف بتحت الحرب والنزوح وكده قادرين ينتزعوا الفرحه وهندسوا الدلوكه في راسنا. لكن برضو احنا داخلين على المعسكر لاحظنا انه البيوت صغيره للسكن. الشباب اللي بيتزوجوا ديل بيسكنوا وين؟ والله طبعا كان زمان يعني الزمان شباب المتزوجين رقم بيسكنوا في امتدادات بتاع معسكر، لكن هسي حاليا الامتداد بتاع معسكر انتهى نهائيا. وهم بيسكنوا وين يعني؟ والله هسي طبعا لسه ما بس ما يدوي ما هسه مساحه البيوت قدر شنو؟ والله طبعا المثال لحكومه الخواجه كانوا وزع علينا 10 في 10 اي نعم، لكن طبعا اتوسعنا بالشوارع لانه كل بيت كان يعني على وحده، كل اسره على وحده، بين اسره واسره كان في شارع ممر يعني مترين، لو دول على الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي جزء منه 15 متر وجزء منه 10 امتار، لكن هسه طبعا الناس اتوسعوا على الشوارع، الشوارع فضلت 5 امتار وفي جزء منه 6 امتار وجزء 7 امتار، وفي ناس كمان يعني حزهم كان يعني وقع في شارع 40 عندنا شوارع 2 شارع 40 الناس في شارع 40 ده يتوسعوا في شارع 40 وفي ناس الاسر الجديده يسكنوا في شارع 40 ده وحتى شارع 40 ده فضل زي 10 و12 و8 كده ان شاء الله. السيد العمده شايفين انه الاوضاع الان في دارفور بعد اتفاقيه السلام افضل حالا من زمان يعني من سنوات الحرب الاولى اللي تسببت في نزوحكم للمعسكرات، وكمان عرفنا انه في عوده طوعيه قاعد تكون موسميه في مواسم الزراعه للقرى الاصليه. ما ممكن النازحين بعد السنوات الطويله دي يرجعوا قراهم ثاني بعد الظروف اتحسنت عشان ثاني يرجعوا للزراعه وللحياه الجميله اللي كانوا عايشينها؟ والله كده طبعا يعني نانو كان يعني في حاله في بدايه الحرب طبعا بالفيل طبعا جو حرقونا وتشونا وشالوا اموالنا، ونحن طبعا اتنازعنا جينا على المدن الكبيره الاساس حكومه السودان يحمينا، والفيل جينا والخواجه جاء بالفيل عملنا معسكرات وقعدنا في المعسكرات وبدينا بسلام ابوجا اخينا مني كان وقع سلام ابوجا وعشان ما نبشر به بالخير كمان يعني سلام ابوجا بقى عسوه من الزمان يعني كل سلام ما يجي كان سلام ابوجا لما جاء بقى فيه شنو النزول جديده كانت تعالى بعد سلام ابوجا كان جاء سلام عروشة برضو كذلك برضو بيا نزول جديد اللي خد الدوحه برجع سلام نزول جديد وكبرى التمة اللي هو التمة في سلام الجوبه ده اسوا سلام جانا هو سلام جوبه لانه حقيقه تمنا نانو مسلمين لن نرفض السلام لانه سلام هو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، لكن سلام جوبه ده بالفيل على حسب البنود اللي وقعوا فيه يعني بنود كان سامها لكن ما في تطبيق في الارض، لكن سلام جوبه ده مما جاء يعني بقى اسوا من كل السلامات السابقه لانه نحن كان زمان يعني بنسمع سمع كونه على اساس الزول يزرع في مزرعه وبهيم يكونوا شهر 8 وشهر 9 و10 داخل مزرعه. يعني اول مره في الناس كان في خرب السودان في اللي هو في خرب دارفور بنفس المسائل لكن لانه كان في شمال دارفور هنا المسائل دي كان ما حصلت لكن السنه حصل يعني ناس في الزراعه في شهر 8 وشهر 9 بهيم داخل الزراعه والخط كذلك والتغيير لانه يعني ما ناهيك المشكله المسارات ما في حاجه بقول لهم مسار ولا كده لانه الزرع ما قاعد في ماله لكن اما البهيم بيجي بيعتدوا على الزرع مش زرع بيمشي بيعتدي على البهيم البهيم بيجي بيعتدوا على الزرع والمسارات موجوده والمنازل موجوده لكن ده في تمن فهم جديد من ما دارين على اساس السلام ده يمشي الارض الواقع لانه عارفين السلام ده لو اتطبق وبكون في مكاسب كثير جدا للنازحين وللمتضررين لكن الناس ما دارين الكلام ده. هسه النازحين في يعني جزء من امنياتهم انهم يرجعوا للحياه الاولى الجميله قبل الحرب يعني يرجعوا لمناطقهم وقراهم الاصليه. المطلوب شنو عشان الناس ترجع لمناطقها؟ والله المطلوب تمن بس من الدوله بس من الدوله لو فيها بس من الدوله في الارض الناس كلها نانو هنرجع خيدوا ابنانا اللي جبناهم هنا يتخرجوا في الجامعات احتمال ما يرجعوا لكن نحن اولويتنا عشان نرجع في اراضينا وفي وطننا وعندنا تقاليدنا وعندنا الارض ده تمام مهما كان يعني ممكن يعني انت دو الليله لو قتلوا لك ابنك وعندك مقدره ممكن تتزوج مره ثانيه يجي لك طفل ثاني او ولد ثاني لكن الارض لو فقدتها ثاني ما بتلقاه عشان كده. نعم حقيقة أنا كل هالي يعني نانو نتعلم من الدولة عشان يكون في بس من الدولة ونرجع قرانا عشان نعيش سالمين آمنين لأنه يعني هذا المعيشة ما
معيشة ما 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 بليم المسلمين طبعا. كونوا على أنت زول عندك أبناء وعندك أبناء لائقين وبنات لائقات وتكون عندك بيت عشرة في عشرة، الدين الإسلام يرفض هذا المثل. لكنك طبعا موسيين وكذا، لا ما أعرف أنا الدين الثاني، لكن دين الإسلام أسمى الدين في الأرض بيرفض الأشياء. نعم ربنا يصلح الحال في دارفور إن شاء الله. بتتمنى شنو في مستقبل الأيام؟ ولا نتمنى عشان يتم سلام دائم شامل كامل ويكون في بيت عند الدولة، نرجو على ديارنا آمنين سالمين إن شاء الله. ربنا يسلمك.
أفراح. أكيد بلا شك الحرب في دارفور أثرت على حركة الثقافة والفنون، لأن الواقع المرير اللي عاشوه الإقليم وعاشته عاشوه الناس في دارفور ما بيساعد على إنه يتدفق الإبداع. كيف أنتوا قادرين في الظروف دي إنكم تقدموا الإبداع اللي قاعد تقدموه في رغفهم؟ بالفعل والله نحن عانينا جد في البلد ده، وبالذات دارفور عموما، يعني النساء ما قادرين يوصلوا حاجاتهم للمجتمع، لكن نحن بفرختنا دي قدرنا انه نعمل الحاجه دي. يعني الحاجات بقت بالكلام ما بتنفع، ففكرنا انه احنا نعمل فرخه نتكلم فيه عن الحاجات اللي بتحصل للناس، يعني نعالج القضايا باسم شنو بالمسرح. فالحمد لله انه قدرنا نوصل رسائلنا لمعظم الناس. الرسائل اللي انتم بتقدموها شنو؟ او اللي انتم شغالين عليها شنو؟ بنشتغل على للعنف ضد المرأة، بنشتغل في التعايش السلمي، لا للقبلية لا للعنصرية، يعني بنشتغل في الحاجات القضايا المهمة جدا في دارفور. بمناسبة المرأة دي، يعني لاحظنا انه المرأة بتعاني من اوضاع سيئة جدا في دارفور، وخصوصا المرأة النازحة في معسكرات النازحين. لاحظنا الاعمال الشاقة اللي بتشتغلها المرأة النازحة في كماين الطوب، في البناء، بالإضافة لأنها هي محرومة من حقوقها، هي بتدعو للأسرة. هل قاعدين تقدموا أي أعمال مسرحية ودرامية بخصوص الجزئية دي بالذات؟ بالفعل الحاجة دي يعني قدمنا فيها كتير، يعني بنوعي الناس إنه المرأة يعني ما ممكن إنها تشتغل في الحاجات زي دي بالذات الكماين، يعني ما صح واحدة تكون يعني تكون حامل، وهي شايلة لا زي كم طوبة في راسها، يعني حاجة مؤلمة جد. ونحن قدمنا الحاجة دي كتير، يعني هسي بيجوا شوية كده فيهم أطفال وشنو بيساعدوهم، لكن برضو الحاجة لسه مكررة، ما انتهينا منها نهائيا، لكن برضو حنكرر لحد ما يخلوا الحاجة دي. النازحين والعودة لقراهم، هل ممكن المسرح يساعد في مسألة العودة الطوعية للقرى والمناطق الأصلية للنازحين بعد السنوات الطويلة دي؟ ممكن، لانه يعني الناس شايفين ان الحاجه دي صعبه، لكن هي ما صعبه بجد، يعني ممكن عادي جدا. احنا بطريقتنا انه احنا ممكن نمشي من هنا لحد المنطقه عندهم ذاتي، بنتكلم معاهم، بنقدم حاجاتنا. يعني كثير من المناطق مشينا لها كانوا منطقه نزوح، لكن هسه الناس رجعت ثاني، وان شاء الله يعني هنساعد في الحاجه دي كده لحد ما نشوف اللي بيحصل. شيء امنياتكم شنو؟ امنياتنا كثيره جدا، لكن انه انا احنا يعني كتيم مسرح امنيتنا حنقدم حاجه للمجتمع، ان المجتمع يستفيدوا منها. نقدر يعني مشاكل دارفور دي نقدر نحلها عن طريق المسرح كده. الكلام بقت ما بتجيب نتيجه صراحه، فهنساعد وحنمشي في المسرح ده لحد ما نحقق مرادنا ان شاء الله. ووعدك بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. تسلمي كثير.